ما معنى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ هذا في آخر الزمان من علامات الساعة، تخرج دابة من الأرض فتسم الناس المسلم والكافر، تضع عليه وسم يعرف أنه مسلم أو أنه كافر. هذا من علامات الساعة الكبار المتتابعة. نعم.